الحربي معلقة برضه مش كده؟ خمس سنين. حلوين؟ حلوين طبعا. حلوين طبعا. طبعا حلوين. فرقوا معاك؟ فرقوا معايا جدا. اول سنة طبعا كنت موجود مع الكابتن شوقي غريب، وكان موجود معايا الكابتن امير. كان فرص اللعب كانت قليلة جدا طبعا. كابتن امير عبد الحميد خبرة كبيرة، فكان بيشارك على طول. انا كنت بشارك على بعض فترات يعني، بس الحمد لله لما كنت بشارك كنت بثبت نفسي، وكنت بجيد في الوقت اللي بلعب فيه يعني. بعدها بدات مع كابتن مختار لما جه الموسم الثاني، الدور الثاني. من وقتها الحمد لله لحد ما مشيت من النادي وانا بلعب. انت الاساسي الا في حالات الاصابه. بالظبط. الحمد لله. الفرق ما بين عامر حارس مرمى نادي الانتاج الحربي وعامر عامر حارس مرمى نادي انبي؟ لا، انبي رحت وانا عندي 18 19 سنه، فكنت لسه صغير جدا يعني بالنسبه لل. كنت لعبت الومنيوم؟ كنت لعبت في الالومنيوم، ولعبت معاهم دوري ممتاز. لعبت معاهم سنه دوري ممتاز وانا صغير. بس ما شاركتش برضه. شاركت في كاس مصر بس ما شاركتش في الدوري. في الالومنيوم بس لعبت مع الفريق الاول. نعم. كابتن حسين عبد اللطيف طبعا كان اول واحد صعدني من الناشئين، ولعبت مع وكنت متواجد مع معظم الوقت في الدرجه الاولى. الحمد لله يعني. اول ما مشيت من الالومنيوم، اول سنه ما كانش في مشاركه كتير يعني. كان كابتن مصطفى كمال، كابتن نادر السيد موجودين، فالمشاركه كانت قليله جدا جدا جدا. كان على فترات طبعا. كابتن ابراهيم رياض طبعا صحيح. يعني انا الراجل ده بديله بفضل بعض ربنا في حراسه المرمى. حاجه اسطوره يعني طبعا. برضه بدا يدخلني واحده واحده مع كابتن مصطفى وكابتن نادر. ماتش بتروجيت اول ماتش الالومنيوم، لعبت ثاني ماتش. فبدات واحده واحده ادخل يعني. فكان لي الفضل بعد ربنا طبعا ان انا ابقى متواجد في انبي واشارك يعني. لكنه وجود حراس تقال في انبي خلاك تاخد قرار الرحيل. هما الكابتن طارق العشري لما جه عندنا كان في خطه هيلعب بيها او هيشتغل بيها. فالخطه دي انا ما كنتش من اولوياتي ان انا هلعب معاه في السيستم او الطريقه اللي هيلعب بيها. فكان في اولوياتي ان هو يعني الكابتن محمد منصف جابه ودخل في الفريق. فانا طلبت ان انا لا، مش هيبقى لي دور، فلا لازم امشي. الكلام ده في 2012. من هنا خرجت على الجونه. على الجونه. مشوار الجونه. ثلاث سنين طبعا مع كابتن انور سلام. اول سنه. اول سنه هو طبعا كان مقتنع بيا، لان كنت انا برضه في بداياتي في انبي كنت متواجد معاه ولعبت معاه كتير جدا. فاول ما قال لي الجونه قلت له اكيد يعني شرف لي ان انا اكون معاك. ورحت معاه اول موسم والحمد لله عملنا نتائج كويسه. الموسم الثاني طبعا النتائج ما مشيتش معانا كويس. فراح الكابتن انور وجل تسوبل في الوزاره ومضي العقد في اول قعده على طول. على طول. مع ان انت متردد يعني. طبيعتك مش في الحاجات دي. بالزبط. تاخد وتدي كتير. اشمعنى مع الانتاج الحربي ما ضد دون تردد يعني؟ اقتنعت لان كان في وقتها خلاص النجوم كلها. نجوم الدوري الممتاز كانت موجوده. كابتن محمد فضل، كابتن محمود فتح الله، صلاح امين. كان في نجوم كتير جدا جدا موجوده. فخلاص بقى الفرقه اساس موجود. فانا هبقى يعني الناس دي هتضيف لي كمان. ايوه يعني مش انا هضيف لها بس، لا هي كمان هتضيف. كابتن امير احمد ما كان موجود. فلا ما ترددتش ان انا ابقى موجود معاهم. دايما بيبقى في خوف لما تشوف اسم كبير يعني، مثلا لما تشوف اسم امير عبد الحميد، اسم يقلق، اسم عبد المنصف، اسم عبد الواحد، اسم الحضري، اسم الشناوي، اسم شريف اكرامي، واسماء كتيره ممكن تقولها يعني. ما خفت شويه انه امير كان حارس مرمى النادي الاهلي ولعب للمنتخب؟